بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا المبعوث رحمة للعالمين إنسا وجنا أجمعين، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته الطاهرين الطيبين، وسلم ربنا تسليما كثيرا. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أن يرحمنا وأن يغفر لنا وأن يتجاوز عنا وأن يجعلنا هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن ينصرنا على من عادانا وعلى من ظلمنا. نسأله سبحانه جل في علاه قريب من الخير والأخيار، وأن يصرف عنا الشر والأشرار. نعوذ به سبحانه جل في علاه من شر كل شيطان حاسد، ومن شر كل شيطانة حاسدة، ومن شر كل ملك من ملوك الجان حاسد، ومن شر كل ملكة من ملكات الجن حاسدة. اللهم إنا أنت الملك سكنتها سيني وعذبتها، أنت الملك، أنت الثعبان الغواص الملك، أنت الثعبان الغواص الملك الذي عذبها سنوات، أقعدها، أحزنها سنوات، بالمرشوش، بالمدفون، بالآبار والبحار، بأسحار الريف، بأسحار قديمة ترجع إلى عقود المضى، وأنت داخل هذا البدن، داخل هذه الأمة، داخل هذه الزوجة، داخل هذه الأم، عذبت بسببك كثيرا. شو عملت بها؟ ماذا صنعت طوال هذه السنوات؟ شو عملت بها؟ عذبتيها. فش عذبتيها؟ الخوف. دائما تشعر بالخوف والرعب. وماذا أيضا؟ الوسواس. ماذا أيضا؟ وادو. كيف؟ خلياش ينعس. لا نوم، عدم النوم، الأرق، ما تنعش، الخوف والرعب والوسواس وعدم النوم. وماذا أيضا؟ الذلة. اشرح لي كيفاش الذلة استعبان الملك. كيف الذلة؟ تبقى دائما مدلولة. يحتقرها الناس. يحتقرها الناس. طيب، دائما مدلولة يحتقرها الناس. كم سنة وأنت فيها؟ 30 سنة وأنت تعذب هذه المرأة. طيب، ماذا صنعت لها في زواجها 30 سنة؟ ماذا صنعت لها في زواجها 30 سنة؟ شنو عملتي لها؟ ماذا صنعت لها مع الزوج؟ شنو عملتي لها في زواجها؟ بعدتي عن الزوج ديالها. كيفاش بعدتي عن الزوج؟ كيف؟ ما ضربتلوش البال. لا تهتم بزوجها ابدا. لا تهتم بالزوج. طيب، ماذا ايضا؟ شو آخر؟ سحروها وسكنتيها. باش سحروها؟ بأي سحر؟ بالمرشوش والمشروب. فين رشوه؟ مد جابولا. ها؟ مد جابولا.
مدرج شو لا؟ طيب المرشوش فين طرش؟ طرش بالباب العتبة. نعم. طيب في الداخل. في الداخل في العتبة وداخل البيت. والمشروب أين؟ في الدار وسط البيت. داخل البيت. طيب وسكنت أنت ثعبان؟ ملك باش وصلك لما سكنتي باش وصلك مرتيها؟ ما هي الأمر؟ شنو الأمر اللي عملتي ليها؟ حرقت الراس، القلب، أيوة، القولون، القولون، أيوة، حرقت الراس، أيوة، البرود، دائما بارد، دائما باردة. لأنك غواص، تعمل غواص، نعم ماذا أيضا؟ بردة سخناها بالليل وبالنهار 24 على 24. البرودة فيها 24 ساعة، 24 ساعة البرودة، دائما باردة. ما تخرج لعند حد. وتبقى في البيت 24 ساعة، لا تخرج عند الناس، تبقى في العزلة. عند حد. نعم. هي محبوبة عند الناس كاملة، أدب، صور، خلق، جمال، شعر، يجوا عند الناس يهربوا منا. يعني أنت اللي كتنفر الناس، أنت اللي كتبعد الناس عليها. تسوحي ما يجي عندها. الله المستعان. تبقى غير واحد. يعني أنت تعترف أن عندها جمال، عندها خلق، عندها أدب، ولكن تتبعد عليها الناس. نعم. ربت أولادها مزيان. ربت أبنائها جيدا ما شاء الله. أصلا بالدعاء، أصلا بالقرآن. ما شاء الله. وصاروا كخصم أولادها يخرجوا شماكرية. كانوا يريدون يكون أولادها شماكرية، ما أولادها يخرجوا فاسدين، نعم. طيب جيد، ما هي ديانتك يا الثعبان؟ شماروش. شماروش الملك اليهودي. شماروش الملك اليهودي اللي كيسكنها 30 سنة وعطر عليها السعادة والاجتماع مع الناس والاهتمام بالزوج ومرضها في صحتها، صح؟ والذلة والاحتقار تبقى مذلولة. اسمعي جيدا شمهاروش، جاءوا بك بالدم، ذبحوا لك، تكلم، ذبحوا لك، ها؟ شنو ذبحوا لك؟ شنو ذبحوا لك؟ شنو ذبحوا لك؟ شنو ذبحوا لك؟ تكلم، شنو ذبحوا لك؟ ذبحوا جدي، الجدي، ذبحوا الجدي، أسود، نعم، الجدي الأسود، العتروس. ذبحوا الجدي الأسود لملك الجن شمهاروش. فين ذبحوا لك؟ في أي مدينة؟ في أي مكان؟ في أي مدينة؟ في أي مكان؟ في الجبل. ذبحوا في الجبل.
أي مكان في الجبل؟ في الأرياف اللي كيعيشوا فيها هما. في الريف، بحوف جبل الريف، الملك الجن، العتروس الكحل الجديد ذو بيحة اللي شمها روش، 30 سنة هذه، شحال كانت عمرها ملي زيد ذبحوا ليها؟ كم كان شحال كانت عمرها؟ 33 سنة. دابا هي عدد، دابا عندها 63. نعم، كان حين عمرها 33 سنة، فاش سحروها الآن عمرها ما شاء الله 63، نسأل الله يطول عمرها في طاعة الله. طيب بإذن الله تعالى، دابا سحروها ملي كان عندها 33 عام، وأنت فيها 30 سنة، 30 سنة وهي معاك في الجحيم، صح؟ ها؟ نعم، قال نعم، 30 سنة وهي معاك في الجحيم، لم تنعم بزوجها ولا بأبنائها، صح؟ نعم، حتى بالجمال ديالها والصحة ديالها مشاو. ألم في المفاصل. وألم المفاصل. ألم في الكتفين. والكتفين، ها؟ ألم في البطن. والبطن. اللي دولية وثانية. ها؟ عملية جراحية دولية وثانية. تسبب في ثلاث عمليات جراحية، الأولى والثانية. نعم، سببت لي في عملية جراحية الأولى والثانية، علاش؟ لماذا؟ لماذا؟ علاش عملت لي العملية الجراحية الأولى والثانية؟ على حساب التنصيب والعين كانت حاملة بنت صغير. وأنت من أذاها؟ شبهروش. اسمع اسمع، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير أسلم لله أمره أصلح ما أفسدت طاعة لله أمره أسلم لله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق
وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون قل إن صلاتي ونسكي ومحياي لا شريك له وبذلك أمر أسلم لله يا ملك تب إلى الله تفك العقد تفك وتحل أغلال أقفال شراوش قل هل لله أشهد أن لا إله إلا الله قل هل لله يا ملك أسلم لربك جل وعلا المالك الملك هيا إلى الله قل هل لله جل وعلا أشهد لقد حبسك الساحر بذبح الجني وسحر الجبال والبحار والآبال والمشوش والمشروب حبسك فيها فعذبتها وأمرضتها وظلمتها وجاء البشر من الله وجاءت البشارة من الله أن تخرج منها مغفورا لك طيبا ملكا في خير وسلم وعافية يحبك الله وتحبك ملائكة ويرضى عنك أن تصلح ما أفسدت وأن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ظلمت هذه الأخت وهذه الأم هذه الأم هذه المسلمة هذه الطيبة ظلمتها سنين في زواجها من تنعم وفي أبنائها كذلك فأسلم لله جل وعلا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما أسلم لله يا ملك أسلم لله جل وعلا يا ملك وقلها لله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله نساعدك بإذن الله بما به تفك عقدك والأقفال التي عليك والأغلال التي عليك تحل وتفك من بين يديك وقدميك تحل بإذن الله تصبح حرا طليقا فنحن معك لا تظلم بإذن الله ولا تكلم معنا ترحم معنا بإذن الله تغنم فأسلم لله جل وعلا يكرمك قلها لله لقد ظلمتها وآذيتها نعم
أي كنت تأخذ مسيح الانتقام؟ نعم. الانتقام من من؟ من الله؟ نعم. لماذا؟ لماذا؟ قال جئت بسحر الانتقام. لماذا؟ علاش انتقم من هجرتكم؟ شنو عملت لكم؟ ما تهضر ما تتكلم احنا نسيطروا عليها، صيح الانتقام للتحكم فيها، صح؟ طيب اذا ظلمتوها ظلم كبير، تلقى نفسك بحال الامانه، ما تتكلم ما تتحرك ما استخاره ولا شيء. سحر الصور، الجبي والصور والدم والصور والطلاسم والاقفال والسلاسل والصور والمرشوش والمشروب والصور، البحار والآبار والنجاسات والصور، الثعبان والملك والصور، صح؟ نعم. قل أشهد أن لا إله إلا الله. قل أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. قلها لله يا ملك يا ثعبان طاعة لله جل وعلا. أشهد أن لا إله إلا الله. قلها لله. أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمدا رسول الله. إذا الثعبان المعقود، السلاسل، الأقفال، البحار، الآبار، المرشوش، المشروب، النجاسات، الصور، صح لا؟ الانتقام، التحكم في كل شيء. وسلك بإذن الله جل وعلا ما تسمعه برنامج خاص لي بإذن الله، كما أن أعطي لك برنامج فصعدت بإذن الله شمهاروش بالبرنامج جلاك الله وصعدت بإذن الله وتكلمت ونطقت بعدما اختفيت 30 سنة. الآن أعطيك برنامج ليساعدك كي تفك الأصحاب تجذبك وتصحبك وتحبسك فيها، مفهوم؟ كي يساعدك لكي تخرج من يهوديتك. شمهاروش الملك اليهودي 30 سنة بهذه الأصحاب، فتفك بإذن الله تعالى ونواصل بإذن الله جل وعلا. والأمر سهل كثير إذا علمت حقيقة الإصابة وفعل برنامج مناسب لينفع المريض وينفع من يسكنه بإذن الله، حتى لا تصبح لك الحرب بين المريض ومن يسكنه، بل نسير في سير صحيح بين المريض وبين من يسكنه بإذن الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أنا أرسل لك الحاجة إن شاء الله تعالى البرنامج الآن اليوم بإذن الله كما درنا في الأول، غرسل لك البرنامج وتواضبي عليه. الأمور سهلة الحمد لله، الأمور سهلة بفضل الله تعالى، غير أنت ما كنتيش عارف هذا الشيء، قدر الله ما شاء فعل 30 سنة الحمد لله. الآن البرنامج بإذن الله غيتغير، خصنا نرسلو دابا الآن، نأكدوا على واحد الأنواع ديال الملك وديال اليهودي وديال الثعبان، ونأكدوا على الأشياء الأخرى ديال أنواع السحر، لأن يكون حتى الثعبان حتى هو مقيد، حتى هو عاطي عهد، قال لك عهد الانتقام، باش تبقى أنت مذلولة الذلة والاحتقار وما يكون عندك لا قرار لا كلمه لا حتى شيء. لهذا كيدلك العزله والبعد عن الناس والخوف في النفس، ديما عندك شخصي، ما عندكش قوه شخصيه في نفسك، ما عندكش الثقه في الكلمه ديالك، ما عندكش المواجهه للاخرين، هو اللي كيعمل لك هذه الامور النفسيه والصحيه. والبروده دائما عندك في العظام لانه هو بارد، لانه هو ثعبان غواص. اذا ملي نعطيو البرنامج غادي تختفي باذن هذه الاعراض، وحتى هو غينتفع لانه لابد خصنا نساعدوه لانه مقيد بسحر الجليد مذبوح في الجبال، مفهوم؟ فهمتيني الحاجه؟ خصنا نساعد، خصنا ننتقلوا لمرحله اخرى، خصنا نساعدوه باش هو يبدا يتحل. ملي كيبدا يتحل وكيرتاح غيثيق في الاسلام اكثر، فهمتي كيفاش؟ لانه كيعتبر نفسه الى الان هو خادم لساحر قوي، كيقول لك وهذا الساحر تمكن حبسني 30 عام، اذا خصني نبقى معاه حتى الموت، فهمتي كيفاش؟ حنا خصنا نغيروا له دابا، نغيروا له الامور. فملي كيسمع الرقيه وكيلقى فعلا الرقيه فعلا كتاثر فيه وكتفك لي العقد ديالو، كتفك لي داك السجن اللي كان فيه، كيحس بالراحه حتى هو، فكيبدا يثيق في الاسلام، ياتي الاسلام. ملي كيسلم
الامور كتغير كثار ما شاء الله. كان الخوف كيتحيد، البروده كتحيد، الضيق كيتحيد، العزله ما كتبقاش، كتحسي بالسعاده لاول مره تحسي بها مع ولادك، مع مع هو قال لك انا ما عمري خليتها تحس انها تعطي اهتمام للزوج ديالها. وبالتالي ملي كيبدا يسلم كندخلوا في مرحله اخرى، يصلح ما افسد، بعدا يثبت الاسلام ديالو، عاد باش كنشوفوا المساله باذن ديال الخروج. واضحه الامور؟ واش سمعتوني؟ كتسمعوني ولا كتسمعونيش؟ صافي الحمد لله صافي. اذا اليوم من اليوم تبدا برنامج خطوه التاء، دابا ندخل في الخطوه الثانيه صافي. الامور راه غدا مزيان ما شاء الله، سهل الا يسرها الله سبحانه وتعالى. اذا ندخل في الخطوه الثانيه دابا ان شاء الله. ودعي معايا ودعي معايا اوتي اللي سلموا دعيو معايا، دعيو معايا كاملين انت والجنون ديالك. الله يسخر الله يسخر.